محام دون أتعاب، مبادرة جديدة كشفت عنها الهيئة السعودية للمحامين، تتضمن توكيل محام لكل مستفيد من الضمان الاجتماعي يصعب عليه دفع الأتعاب في مرافعاته القضائية. هناك عدد من المندرجين في طلبات الحصول على المعونة القضائية من قبل الهيئة السعودية للمحامين، وأيضا يتم إيصالها للمحامين الراغبين في تقديم هذه المعونة القضائية للمستحقين. المأمول من هذه الاتفاقية بإذن الله تعالى أنها ترفع مستوى التعاون ما بين الجانبين، بحيث أنها تصل لأكبر شريحة ممكنة من المستحقين. المبادرة أطلقت قبل أيام، وانضم إليها أكثر من 300 محام سعودي أبدوا استعدادهم للترافع عن المسجلين في الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي عملت على تطوير منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات، مع جهود أخرى لإعلام مستفيدي الضمان عبر فروع الوزارة بالمدن والقرى السعودية. الغرض أنه كثير من المحامين يعبروا دائما عن رغبتهم في دعم المجتمع من خلال تقديم ساعات عمل مجانية أو الترافع بشكل مجاني، وأعتقد الجهة الأمثل اللي تقدم لها هذه الساعات التطوعية وهي الترافع بشكل مجاني إخواننا وزملائنا ومن المستحقين للضمان الاجتماعي. خدمة المحامي المجاني تعبر عن الدور الاجتماعي الذي يقدمه المحامون المتطوعون، وتعد من أبرز التحديثات التي يشهدها القطاع العدلي في السعودية بين عام وآخر. من الرياض، نواف عزيز، العربية. انضم إلينا المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الحماد. حياك الله سعد، سعيد تواجدك معي في نشرة الرابعة. خليني يعني أخذ منك بعض المعلومات حول هذه المبادرة، يعني من اللي من يستفيد منها وكيف يتم ذلك وش الآلية؟ حياك الله أخوي خالد، وحيا الله كافة السيدات والسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. طبعا هذه الخدمة باختصار شديد هي مقدمة لمستفيدين الضمان الاجتماعي اللي لا يتمكنون أو لا يستطيعون من دفع أتعاب المحاماة للاستعانة بمحام أمام مختلف كافة الجهات القضائية، وبالتالي نعمل على دعم هؤلاء المستفيدين وفق استراتيجية مدروسة لضمان حياة كريمة لهم وتحقق استقرار هؤلاء المستفيدين. وأيضا بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين نقوم برفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم فيما يقدمونه لكافة مستفيدين وكافة أيضا الجوانب الخاصة بالقضاء. الخدمات طبعا المقدمة نتكلم اليوم عن استشارات فيما يخص الجوانب القضائية، ونتحدث عن أيضا المساعدة في إعداد الصياغة أو الخاصة باللوائح القانونية والترافع أمام الجهات القضائية. طبعا المستفيدين هم كافة مستفيدين الضمان الاجتماعي بدون تحديد فئات معينة أو تحديد يعني مستويات معينة من ناحية المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوع. بس هم هذه المبادرة والمنصة فقط للمستفيدين الضمان الاجتماعي؟ طبعا خليني بس أذكر نقطة مهمة، هي ليست منصة حديثة اللحظة، هي خدمة موجودة على الهيئة السعودية للمحامين وهي خدمة المعونة القضائية، ولكن اليوم حنا من خلال توقيع هذه الاتفاقية تم إطلاق باسم خدمة المعونة القضائية للمستفيدين الضمان الاجتماعي، ولا أصلا الخدمة هي موجودة بالسابق لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية. اليوم حنا نتكلم عن أنه المستفيد من الضمان الاجتماعي بإمكانه الدخول على هذه الخدمة من خلال تسجيله في الموقع، وبعد ذلك يضع الجوانب التي تتعلق بطلب المحامي، وأيضا يقوم تأكيدا لأنه مستفيد من الضمان الاجتماعي يرفق مشهد ضمان اجتماعي في خانة تحميل أو تعريف الراتب، وبعد ذلك يكمل باقي التسجيل. هنا يتم إعفاء المستفيد الضمان الاجتماعي من مسألة أتعاب المحامي، وأيضا هناك امتداد سابق لقرار سامي بإعفاء مستفيدين الضمان الاجتماعي من ناحية تكاليف الأحكام القضائية، ونقصد في ذلك الجوانب التي أقرت على مرافعات وتحصلها الجهة المعنية في هذا الأمر. فاليوم الوزارة تعمل على كافة الجوانب التي تعلق بالجوانب القانونية في كل القضايا سعد، ولا في قضايا معينة؟
في كافة الجوانب، نتكلم عن استشارات قانونية في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، وأيضا نتكلم عن جوانب خاصة بالأحوال الشخصية، نتكلم عن جوانب خاصة بأيضا متابعة الجوانب العمالية، وأيضا متابعة حال المستفيدين وغيرها من الجوانب المتعلقة. كم طبعا هناك عدة إيه؟ مسارات. إيه؟ طيب الخطوات اللي تتم بعد ما يسجل في المنصة ويرفق المشهد وغيرها من الأمور، وش الخطوات التالية بعد ذلك؟ على طول مباشرة يتم تواصل المحامي المعني المتطوع في هذا الأمر، وبالتالي يقوم بدراسة حالة وحيثية المستفيد من الضمان الاجتماعي ويقوم بالترافع عن الحالة مباشرة. عندنا عدة مسارات أخي خالد في هذا الموضوع، مسارين. المسار الأول كيف يتم التقديم خاصة من أشخاص كبار في السن أو أشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون الوصول إلى هذه الخدمة. هنا لدينا عيادات التمكين الموجودة في كافة مناطق المملكة، بإمكان كبير السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة زيارة هذه الحضانة، وبالتالي شرح أو العيادة شرح الموضوع وشرح حيثياته، ويقومون به تقديم مسار سريع له وخدمته بشكل مطلوب. أيضا لدينا مسار خاص بالباحث الاجتماعي الذي يقوم بزيارة المستفيدين من الضمان الاجتماعي في منازلهم والتأكد من حالتهم الصحية وحالتهم الاجتماعية وغيرها من الجوانب، وفي حال شعر بأنه يحتاج إلى محامي يقوم بالتقديم بالمسار السريع لهذا المستفيد من الضمان الاجتماعي، وبالتالي خدمناه بشكل سريع هنا. وأيضا المستفيد الآخرين بإمكانهم الدخول على الخدمة بشكل مباشر وطلب كافة التفاصيل المعنية في هذا الموضوع. عندكم إحصائية وأرقام بعدد اللي استفادوا من هذه المبادرة والمنصة حتى الآن ولا؟ يعني مبدئيا والله الحمد حتى الآن يعني من خلال هذه الاتفاقية استفاد أكثر من 500 شخص، وهذا أمر يؤكد على أهمية مثل هذه الاتفاقيات التي عملت عليها الوزارة سواء مع الهيئة السعودية للمحامين أو سواء مع القطاع الخاص أو سواء مع القطاع غير الربحي في الجوانب القانونية أو الاجتماعية أو التعليم أو مجاني سعد تماما ولا رمزي؟ لا مجاني، لأن المحامي هو متطوع. صحيح. أي. طيب أنا أشكرك شكر، وبالتالي بعدها يكون هذا المحامي ملتزم معه في المرافعة وفي القضايا وفي غيرها من الأمور، ولا فقط يقتصر دوره على تقديم الاستشارة؟ لا، يتصل دوره في الرفع لمطالبة حقوق المستفيد وغيرها من الجوانب المتعلقة بالاستشارات الفنية وغيرها من الصياغة وغيرها. جزاهم الله خير هالمحامين المتطوعين، وإن شاء الله نقرأ يعني كمان عدد أكبر من العدد الحالي اللي ينضموا لهالمبادرة.